قمة مصرية جنوب سودانية بين رئيس سيسي وسلفا كير اليوم بالقاهرة. شكري يؤكد حرص مصر على الاستمرار في المشاركة البناءة في مجال نزع السلاح. الرئيس الأمريكي يعقد اجتماعا مع قادة في البنتاغون لبحث الرد على هجوم منبج. الخامسة صباحا الثالثة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس في قصر الاتحادية رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير. وقال سفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في تصريحات لإكسترا نيوز إنه سيتم عقد قمة بين رئيس السيسي ورئيس جنوب السودان يعقبهما مؤتمر صحفي. وأضاف سفير بسام راضي إنه سيتم أيضا عقد جلسة مباحثات موسعة بين وفد مصر وأعضاء وفد جنوب السودان تتناول الملفات الثنائية. أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على الاستمرار في المشاركة البناءة بمجال نزع السلاح وتقديم المزيد من الإسهامات لإنجاح مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار النووي والمقرر عقده في العام 2020. وخلال لقائه وكيلة السكرتير العام الممثلة العليا للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، شدد شكري على أهمية اطلاع السكرتارية بدور محوري بما يخدم الجهود المبذولة لمعالجة الاختلالات الأمنية القائمة في المنطقة. بدورها أشادت المسؤولة الأممية بالدور الهام والذي تطلع به مصر في دعم أجندة نزع السلاح بالأمم المتحدة، معربة عن تطلعها لاستمرار التشاور مع مصر خلال المرحلة القادمة. أعلنت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية عقد جلسة مجموعة العمل والتي تضم أعضاء من كوريا الجنوبية وأمريكا، وذلك عبر الفيديو كونفرنس بشأن كوريا الشمالية في وقت لاحق اليوم. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع القضايا التي تم طرحها خلال اجتماع فريق العمل الأخير في ديسمبر الماضي، مثل عملية البحث عن الرفات بين الكوريتين ولم شمل الأسر المشتتة في الحرب الكورية، بالإضافة إلى سبل التفكيك النووي والعقوبات الأممية المفروضة على بيونغ يانغ. عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا موسعا ضم رؤساء الأركان وقادة القيادة الوسطى عبر الفيديو كونفرنس لبحث خيارات الرد على هجوم منبج والذي أسفر عن مقتل 4 أمريكيين. وقال مسؤول في البنتاغون أن ترامب يرغب في الرد عسكريا على الهجوم الذي اعتبره كبيرا. ومن جهة أخرى أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس أن الولايات المتحدة ستمضي قدما في عملية الانسحاب من سوريا. أكد المبعوث الأممي لسوريا جيري بيدرسون أنه سيواصل المناقشة حول مختلف جوانب عملية جنيف للسلام. وأشار بيدرسون في تغريدة له على تويتر إلى أنه أكد خلال لقائه وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق الحاجة لحل سياسي على أساس قرارات الأمم المتحدة. وأضاف المبعوث الأممي أنه سيزور دمشق بشكل منتظم لمناقشة نقاط الاتفاق وتحقيق تقدم في تناول المسائل الخلافية. انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.